وأولى فقراتنا لليوم حنروح للفقرة الاجتماعية النفسية التربوية، ورح نضوي اليوم على موضوع العنف. هذا الموضوع كتير نحن ضوينا عليه ضمن مساحاتنا الصباحية بصباحنا غير، ولكن اليوم رح نضوي عليه من زاوية أخرى. أدي اليوم العنف وتأثيره السلبي جدا كان على حياة طفلنا وكان على حياتنا للمستقبل، عم يكون له تأثير جدا سلبي كان بتطور الدماغ وبتطور المهارات عند الطفل. هدول الصور اللي حيحملها الطفل بذاكرته من الطفولة حتحمل معه أرشيف كامل للعمر الشباب، هذا الشيء ما حيروح هيك. أكيد بحاجة نحن اليوم لمعالجة ومتابعة من الأهل والأخصائيين. تماما رشا، حتى العنف مو بس بيكون من المشاهد او من الصور اللي عم يشوفها الطفل، احيانا بيكون العنف داخل المنزل. يعني ممكن باعتقاد بعض الاهالي انه العنف هو اللي بيساعد على التربيه، لكن قد ايه بياثر على اضطرابات النطق عند الاطفال، على المهارات العقليه، قد ايه بيسبب لهم قلق وخوف واضطرابات. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع معنا ضيفتنا الاختصاصيه التربويه خنساء البدوي. مرحب فيكي، سعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. كالعاده دائما هيك بنحب نختار معك مواضيع بتخص الطفل، هذا اللي هو امانه عند كل حدا فينا. حكينا عن العنف، حكينا عن تاثيره على مهارات اللغه، مهارات النطق، مراكز الدماغ. اليوم خلينا نرجع نذكر بموضوع العنف وتاثيره على الكلام. هلا نحن العنف مثل ما قالت الاستاذه انه هو غير مقتصر على شيء يعني او مساحه بسيطه، ممكن تكون مشاهد او كذا، ممكن يكون عنف اسري، ممكن يكون عنف مدرسي، ممكن يكون عنف مجتمعي. فالعنف ما بيتجزا عن الاليه تبع المجتمع، وللاسف الشديد يعتبر العنف القسري هو من أسوأ انواع العنف اللي نحن بنشاهده وبنشوفه بالمجتمعات تبعنا. طبعا العنف نحن اذا بدنا نعرفه كاليه هو كل سلوك سلبي بحق طفل أو بحق إنسان ممكن نتصرف، وهذا السلوك ممكن يكون بدني كضرب أو كأذية بدنية، ممكن يكون هذا سلوك نفسي مثل ما نحن بنقول المعاناة النفسية اللي بياخذنا لمعاناة نفسية مع الإنسان. يعني اليوم قديه مدى تأثير العنف على القدرات العقلية للطفل، على مستوى النطق عنده؟ هلا نحن دائما بس نتعرض لعنف بيكون الصمت هو الاختيار الانسب للرد، ممكن يكون عند الاشخاص خليني اقول يلي معتدلين بالتصرفات تبعهم. كطفل انا ما بعرف كون صامت، ممكن اعبر عن هذا الشيء بصراخ او بكاء، ولكن بس شوف طفل ما عبر لا ببكاء ولا بصراخ، رحت للصمت اكثر من اني انا اعبر عن شيء ملموس او المسه مع الطفل. هون بروح للاذيات يلي ممكن تصيب الطفل. احنا هون بنسمي الصمت يلي ممكن يصيب الطفل هو الصمت الاختياري او الصمت الانتقائي، التباكم وليس البكم، انه انا عم بستخدم اسلوب البكم او الصمت بحيث انه انا قدران احكي، عندي مساحه كلاميه، القدره الدماغيه بتساعدني، ولكن انا كشخص ما بدي استخدم اسلوب الكلام مع اي حدا مقصود او غير مقصود. طبعا اكيد هون بيكون صمت مقصود وبيكون مستخدم اكيد. طبعا كثار الاشخاص اللي بتتساءل هذا الصمت يا ترى بيكون قادر الشخص يتحكم فيه، انه بالنهايه انا بدي احكي رح بنفجر واحكي، ولكن عند الاطفال بيكون شيء ارادي وبقوه. يعني بنلاقي اطفال كثير بتستخدم الصمت انه انا ما عاد بدي احكي، عن جد ما بدي احكي، وبنلاحظه بالبنيه الاجتماعيه تبعنا او البنيه العمليه انه اطفال كثير بتتفاجئي فيها انه انا قدران احكي بس انا ما بدي احكي مع هذا الشخص لانه انا ما بحبه او ممكن لانه وعدني وما نفذ معي. بنشوفها كثير عند اطفالنا، يعني اذا وعدتي ايه، اذا وعدتي ممكن يعبر لك باسلوب كلام، ممكن خليني اقول استخدم الكلمات يلي متعارفه بانه انت كذاب، انت ما بتعرف بالامانه، خلفت انت خدعتني بالوعد. خلفت بالوعد، ممكن يستخدم الطفل الذكي او خليني اقول الطفل يلي عنده هي القياده، القوه الشخصيه، الرياده بميدانه، او عاطينه الاهل تبعه المساحه بانه هو يعبر، فهون بيستخدم اسلوب التعبير. بينما بعض الاطفال نحن للاسف بنشوف انه هن شوي مهمشين بالعائلات تبعهم، او خليني اقول مثل هلا اطفال فلسطين، يعني هن عم يتعرضوا لسلوك وعم يؤدي عندهم لانفعال نفسي، فممكن استخدم انا هون بهي الصفات الصمت الانتقائي او الاختياري. فبهي المساحات يعني بيكون معروف الاداء تبع الطفل لوين رايح. طيب بما انك ذكرتي اليوم اطفال فلسطين، وللاسف اليوم عم نشوف مشاهد جدا مؤلمه وقاسيه على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شاشات الاعلام. اليوم ما بين التعنيف الجسدي والعنف النفسي، اليوم العنف النفسي لا يقل تاثيره
من التعنيف الجسدي. لما عم نشوف صور كثير، هدول الصور اكيد كمان لهم تاثير سلبي كان على صحتنا النفسيه ككبار او كاطفال. خلينا نقول التاثير على الاطفال اليوم اللي عم يشوفوا هدول المشاهد القاسيه، اليوم وقت القدر الاهل ما عم يقدروا يفسروا هدول الصور بشكل صح، مو لانه نحن ما بنعرف شو عم بصير، عم نعرف، ولكن اليوم انت عم تتعاملي مع طفل بجوز عمره ما بيسمح لقدراته العقليه انه اليوم يتقبل شو يعني اسرائيل، شو يعني فلسطين، شو يعني عرب 48، اليوم نحن بحاجه لاسلوب اخر. تماما، وبالذات الاطفال يلي عم تشوف طفل عم يكون اشلاء للاسف، لان احنا ما عم نقدر نبعد الطفل عن الشاشات، لانه اغلب اطفالنا عم تستخدم الشاشه بامتياز، سواء ايباد سواء موبايل، ولكن الفرق بين انه انت توضحي صوره لطفل عمره 4 سنوات بين طفل عمره 7 سنوات. غالبا الطفل اللي عم يرتاد المدرسه وعم يروح على المدرسه هو بلش يسمع انماط من رفقاته، ممكن من الاكبر منه، يعني نحن المرحله الابتدائيه خليني اقول بتضم فئات عمريه مختلفة، عندي من 7 سنوات ل 12 عام، فأنا هون أنا عندي فئات مختلفة، ممكن يسمع من الأكبر، ممكن يسمع من الأصغر، يصير عنده آلية ولو بسيطة بأنه يجي يسألك ماما شو يعني إسرائيل. هون توضحي أنت لابن 7 سنوات أنه هو شخص إجا على أرض بده يستغل إلى آخره. بينما طفل عمره 4 سنوات عم يشوف شيء خارج عن منظومة الخيال تبعه، الطفل يلي بيتمه حامل السيارة واللعبة تبعه عم يشوف ولد كله دم، فأول فكرة بيرتادها عقل الطفل إنه هذا كاتشب، فهون بتكون آلية الأم بيفهم الطفل المصدر الصحيح لإله. وطبعاً هون الإخفاء عن الطفل أو التعتيم هو لا يعتبر شيء صحيح، لأنه الطفل بيمتلك المهارة بإنه رح يرجع يسمع، خاصة بهذا الوقت. وكتير عم يشوفه عند أطفال إنه أنا بدي لف لهم سندويشات وأخذ لهم ياهن. أم من الأمهات عم تقول، كانت من يومين لقلنا إنه ابنها فائت بالليل لقيته عم يخبي الخبزات تحت السجادة تبع البيت، قالت له ليش عم تخبيهم؟ فقال لها اليوم بده يجي واحد بالليل ياخذهم لأطفال فلسطين. طبعاً طفل عمره 5 سنوات، فأنت عم تروحي لتنوع بالأعمار، عم تروحي لأسئلة عند أطفال مختلفة طبعا يعني. وهون أنت بحسب البنية الاجتماعية تبع الطفل، في أطفال بتمتلك المهارة والذكاء الاجتماعي، فهدول بيكونوا قيادين اجتماعيا بشكل كتير كبير، يختلف عن الطفل اللي عنده قدرة وذكاء هو بيكون بالمادة التعليمية، اللي هو بيكون منحصر بالمادة التعليمية كأداء. فنحن دائما بنقول الطفل الذكي اجتماعيا ما بتفوته أي فائدة، يعني بدك توضحي له، أي كذبة عليه، فأنت بتكوني عم تصنعي شرخ معه أنه أنت كذبتي علي، ليش ما حكيتي معي هيك من الأساس. فأنت عم تتعرضي لبعض الأسئلة عند أطفال صدقا أحيانا تنصدمي فيها كطفل، أنه هو عم بيجاوب معك بهي الأساليب، بده يعرف كل شيء عم يصير حوالي. اليوم خنساء في كتير أطفال بنشوفهم عندهم تأتأة بالكلام، حتى ممكن تروح معهم لحتى يكبروا، يعني هدول فينا نقول أنه هن تعرضوا للعنف الأسري أو الاجتماعي بصغرهم؟ هلا التأتأة كما نقول دائما كل شخص عنده هي البؤرة تبع التأتأة او عنده زاوية التأتأة، ولكن انا بده يصير عندي شيء لحتى تطلع، يعني انا اليوم انا او انتو او اي حدا تاني موجودة كساحة كلامية موجودة، ولكن انا بحتاج شيء معين، ممكن يكون خلل دماغي، ممكن يكون لا سمح الله جلطة دماغية، أذية نفسية الى اخره، فغالبا هي بتكون ظاهرة مع شيء معين، منها جلطات الدماغية، ارتفاع ضغط الدم الشرياني الى اخره، ومنها برضو كمان الجوانب النفسية اللي بتلعب لعبتها بهي المنظومة. لانه كتير اشخاص بتقلك انا نمت متضايق ومقهور، فقت ثاني يوم المنظومة الكلامية عندي غير واضحة وغير صحيحة. فهون نحن بنقول السبب بيكون نفسي، هون طبعا نحن بنشتغل على الدعم النفسي بشكل كتير كبير لحتى نتخلص منه، ولكن بنرجع مثل ما بنقول دائما انه هي مو مسحة نبي او شيء كتير بسيط فجأة انه بتنتهي، لا احيانا بتمتد شهور طويلة، يعني فيك تقولي من 6 شهور لتسع شهور لعام بعلاجه. في حالات بتضل معهم لمراحل يعني انه متقدمه او حتى يكبروا؟ طبعا هون نحن بنقول اللي بتكون التأتأة هون مرافقه لحبسه كلاميه عامه، لحبسه بروكا فيرينكا، هون بتكون مرافقه لحبسه، فنحن بنقول هون بتكون صعبه العلاج شوي، وكل ما تقدم الشخص بالعمر بتكون الآلية الكلامية عنده صارت تاخذ الزاوية يعني تبع الممارسة، انا صرت متعود عليها يعني. فبصير في صعوبة، ولكن كل شيء وقت اللي بيكون على بداية علاجه بيكون اكيد اسهل بكثير. اكيد اليوم بحاجة لحتى هذا العلاج الوعي، ان كان من الاهل لحالة هذا الطفل او الشخص، بس قد ايه اليوم في نسبة من الناس صار عندهم هذا الموضوع، يعني بسبب الظروف بشكل عام، بسبب الازمات، بسبب الحروب، الكوارث، الزلزال اللي مرقنا فيه، كثير تعرضت
أطفالنا لهي القصة. خلينا نروح لشق آخر من المحور فقرتنا اليوم، نحكي عن تأخر النطق. نشوف كثير من الأطفال عندهم تأخر بالنطق وبتتعدد الأسباب، الأخصائي له نظرة أخرى، الطبيب له نظرة أخرى. اليوم في تشاركية من حضرتكم كأخصائيين وكأطباء، اليوم يجوز في مشكلة عند الطفل بحاجة قبل الأخصائي، وفي عنا أمثال الجدة تبع عمك كان هيك وخالك تمام كان هيك. تمام. اليوم شو نظرة العلم لتأخر الكلام عند الطفل؟ هلا نحن مثل ما حكيتي في عنا شيء اسمه اضطرابات النطق واللغة، في عندي شيء اضطراب الكلام. اضطراب الكلام يلي بروح فيه أنا للبنية الاجتماعية، الوراثة، العضوي إلى آخره. يعني وتقول عضوي معناتها أنا بدي أتأكد من سلامة الحواس ككل، من أنه أنا عندي تواصل بصري سليم، عندي الفكين سليمين، عندي البنية تبع فوج الفم سليمة. يعني أنا ما عندي فتحة بسقف الحلق، ما عندي بقعر الحلق، عندي اللجام تبع اللسان أحيانا، ما عندي ربط باللسان. طبعا بس يكون عندنا اللجام تبع اللسان في ربط بسبب لي مشاكل، مو بس بحرف اللام والراء، لا بحتاج عندي مشاكل بالبلع، عندي مشاكل بالبلع، بشرب الحليب، بالتنفس إلى آخره. بينما وقت بروح لاضطرابات النطق، اضطرابات النطق اللي منها حذف وإضافة، تشويه، عندي كمان إبدال، ويعني هي الآلية بمنظومتها اللي بتلاقيها موجودة عند أي طفل من 4 سنوات لست سنوات. كثير أطفال بتقلك بدل مثلا تيم ميم مثلا، أو مثلا بتقلك بدل ريم ليم أو غيم. بس هون ما فينا نقول تأخر. طبعا هون نحن بنقول إذا الطفل بالعمر من 4 سنوات لست سنوات وسليم كبنية نفسية، سليم كبنية عقلية، ما عنده مشاكل بالسمع، ما عنده مشاكل بالجوف الفموي، ما عنده مشاكل وراثية، نحن بنقول هون الطفل راح لمبدأ اضطرابات النطق، ألا وهي مثل ما ذكرنا حذف وإبدال، تشويه، إضافة، تقديم. فهون نحن بيكون العلاج عند الطفل كتير سلاسة، هو بالنهاية أنا معلمه مخرج الحرف بأسلوب سليم. بينما إذا رحنا نحن للمشاكل الوراثية وهي القصص فأكيد تأخذ منحة، لأنه أنا بس أقول وراثة معناتها عندي تأخر من قبل العائلة. ممكن يكون سبب العنف كمان، تأخر ممكن النطق. أكيد يكون سبب تأخر الكلام أو اللغة عنف أسري، ولكن بيبقى شيء بسيط لأنه الطفل محكوم بآلية كلامية. أنا كطفل بدي أترقب المنظومة الكلامية من الأم، يعني أنا عم راقب حركة الشفتين، عم بقرأ حركة الشفتين، عم بعيش بمنظومة اجتماعية، عم بتلقى من الأهداف السمعية كما هي البصرية، يعني أنا عم راقب. فأكيد ما بتكون رايحة لحكم أنه أنا عندي عنف أسري أو عنف مجتمعي أنا مضطر أني انحكر له، لا طبعا. ولكن هون بصير غالبا مشاكل خاصة بالبنية العقلية والسمعية والأداء الأكيد الفكين والقعر الفموي. تمام، خلينا نحكي عن أهم التقنيات اليوم للمعالجة من هي الحالات، وكيف لازم يكون في تواصل بين الأهل وبين الاختصاصي. خلينا نقول أن هلا أكيد في أجهزة طبية نحن لبعض الآليات اللي بنستخدمها، أكيد في عنا آلية التدليك للطفل، تدليك الفك، خليني أقول الخدين، الفكين من الداخل، الجوف الفموي. في عنا أكيد الآلية الطبية اللي بتتدخل إذا نحن عنا فتحات بسقف الحلق أو بجوف الحلق. عندنا المشاكل السمعية، أكيد نحن بنراقب بشكل كتير منيح الأداء السمعي عند الطفل، قراءة التحاليل السمعية بشكل صحيح لحتى نتأكد من سلامة السمع عند الطفل. بس رحنا للسلامة التامة عند الطفل بصفي دور المعالج، خليني أقول أو الاختصاصي، هي عبارة عن جلسات بيحكم فيها المنظومة، هي عبارة عن أني أنا أعلم الطفل المخارج الصحيحة، أعطيه الأداء السليم للحرف، تعامل معه ببنية سليمة، يحبني بالبداية أكيد تمام. لأنه هو أي شيء أنا كشخص بدي أخده من طرف آخر لازم يكون محكوم بحب، لأنه الطفل بالذات إذا بدك تتعاملي معه بحب رح تتلقي الحب منه، رح يتلقى مباشرة منك. بينما إذا بدك تتعاملي معه بالعنف أو بأنه بس أنت أبذل جهد وما رح يعطيني أكيد ولا شيء. أكيد أي منظومة علاج بتتبعيها بأي مرحلة من المراحل، سواء كان علاج دوائي أو علاج عصبي أو علاج خليني أقول للنطق واللغة، هو بيعتمد بالبداية بالشكل السليم على الدعم الاجتماعي، الدعم النفسي، البنية النفسية السليمة، لأنه أكيد بس تكون النفسية سليمة أو مرتاحة رح أتلقى العلاج بشكل سليم. أكيد. خلينا نروح للمعالج والطبيب الأول وهنون الأهل، يعني هنون المراقبين الموجودين دائما مع هذا الطفل. اليوم المشهد عم يفرض نفسه على جميع البيوت السورية وبجميع يعني الدول العربية. اليوم نحن كيف قادرين نمنع الطفل يروح لمشكلة بالكلام بسبب المشاهد اللي عم نشوفها؟ لا نحن
بنقول دائما انه عمل الاختصاصي مع الطفل لا يتجاوز 30%، ولكن عمل الاهلي يتجاوز 70%، لانه اليوم انا نصف ساعه مع الطفل خليني اقول لمرتين بالاسبوع او لثلاث مرات بالاسبوع عم تعادل ساعه ونصف، ولكن انا مع الاهل عم بقضي ساعات كثير طويله. صحيح. فلازم اكيد يكون التعاون مع الاهل كثير كبير، لانه مثل ما بنقول نحن دائما بمجتمعنا العامي انه يد واحده لا تصفق، نحتاج لايدتين لحتى نصفق. شركاء اليوم تشاركيه طبعاً بين طبعاً الاهل والاخصائي. هلا مو بس بيعتمد على الاختصاصي، هون كمان بيكون نحن في اكيد بيرافق اي علاج للنطق بيرافقه علاج عصبي، لانه نحن اكيد في علاج دوائي، عدا عن انه اذا بدنا نحن نروح لاطفال الداون والتوحد وهي الاطفال يلي عم تاخذ بعض الادويه مثل الريسبارديني الايتالابين، يعني هدول الادويه يعني نحن محصوره بعلاج معهم، ولكن اكيد اي علاج بيعتمد بالنوع الاول على الشخص يلي عم يقدم الاليه العلاجيه. اليوم انا ما فيني اقدم علاج بشكل غير مهاري او غير صحيح، لانه اي اليه انا بقدمها بشكل غير سليم انا عم بعطيها للطفل بشكل غير سليم. نحن كاهالي نحن مثل ما بنقول دائما استاذه ريتا انه نحن دائما لازم نستخدم الاسلوب السليم بالكلام، يعني نحن لازم نستخدم الاسلوب الصحيح بالكلام، انه انا اليوم ما فيني اقول لك مرحبا باسلوب خاطئ، لانه انا كطفل رح اتلقاها منك بشكل خاطئ، رح احفظها طبعا اكيد، يعني الكلام الغنج والدلال محكوم باليه معينه نحن بنحبها، ولكن خطا ولكن خطا نتبع هي بمراحل معينه مقبوله، ولكن بعد 3 سنوات لا، وهي بتشوفي الولد بعمر السنتين ل3 سنوات هون بتبلش بتنشط عنده الحروف وهي القصص. لكن اليوم بنشوف في اطفال بيتاخروا بالنطق زياده عن اللزوم، لكن ما بيكون عندهم اي مشكلات، مجرد تاخر عادي، هل ممكن يكون انه اسباب ثانيه مثل الجوال او انه ما في حدا يحاكي ياخذ ويعطي معه بالبيت؟ وايمت نحن بدنا نكتشف انه نميز انه هذا الطفل فعلا تاخر بالنطق هلا او عنده مشكلات؟ نحن هون بنكون عم نظلم الطفل كآلية منزلية، لانه الولد بده يتلقى من الابوين بشكل اساسي ورئيسي. اليوم انا اذا ما بحكي طفلي اكيد ما رح يتلقى مني منظومه كلاميه. بروح لجانب تبع انه انا بستخدم المربي للطفل يلي بيعطيه الايباد 24 ساعه، معناتها هو ما عم يحكي معه. بروح للروضه يلي بتعتمد على اللعب بشكل اكبر مع الطفل، الدمج الاجتماعي للطفل، فبتلاقي الطفل هون ببلش بياخذ الانماط السليمه. ولكن اكبر شيء محرض للغه واساسي هو اني انا اتناول الكلام مع الطفل حتى بالمراحل الاولى اللي هي 2 و3 و4، وقت بتنشط عند الطفل مرحله المناغاه، يعني وقت بيصير بيناغي، نحن هون بنكون عم نستخدم معه اسلوب الكلام، عم يراقب حركه العيون، عم يراقب الشفتين حتى لو كان بالعمر البسيط والاول. طيب هيك خلينا قبل ما نختم معك بعنوان حلقتنا اللي بلشنا منه ست خنساء، العنف. اليوم خلينا هيك مرتك نصائح للاهل، اليوم نرجع نذكر هذا العنف شو ممكن يكون تاثيره على الاطفال، ان كان على تطور الدماغ وان كان على النطق، تاخر الكلام، تلعثم بالتأتا. اليوم خلينا نخص بس بعنوان العنف، يوم هذا العنف لوين حيودي الطفل؟ لا الطفل معروف انه هو صاحب البصمه تبع الصوره، يعني اليوم اي طفل بتعرضيه انت لمشكله بالصغر، وحتى اذا بتلاقيها استاذه رشا مع بنتك، اذا بتراقبيها، اذا بتعامليها باسلوب معين، مثلا بتقول لك تذكري وقت عملتي معي هيك بالوقت كذا، او مثلا ما بتذكر لك ساعه بتذكر لك تفاصيل، فالطفل اكثر شيء لصيق الذاكره عنده هو الصور، يعني انا بتابع صوره كثير وبتابع الوان كثير، فاكيد الصوره هي ما بتمسح بشكل وهمي او بشكل تلقائي. اليوم اكيد نحن بدنا نعمل ضوابط ورقابه شديده على الشيء اللي عم يتابعه الطفل، لازم اللي بده يشوفه نحن نكون حاضرين عليه. في حال انا كنت عم شاهد مشاهد عنف او عم شاهد اخبار او هي القصص، حاول انه اتجنب وجود الطفل قدامي، لانه رح يسال، وانه تجاوبي بشكل الخاطئ هو رح يعرف فيما بعد بالشكل الصحيح شو هي الآلية الصحيحة. فأكيد يعني نحن نكون عاملين ضبط صحيح، رقابة صحيحة للطفل، اتناول معه الموضوع بشكل حكاية، اشرح له بشكل سرد حكاية، يعني وضح له الصورة بشيء يتناسب مع القدرة العقلية تبعه. بدنا نتشكر حضورك معنا الاختصاصية التربوية خنساء بدوي، شكرا على المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك حبيبتي. شكرا لك ولصباحك لليوم، ودائما بنقول هدول الأطفال أمانة عندنا لنقدر نصدرهم لبكرة، خلينا هيك نقدر نعطيهم هاي الإيجابية بحياتنا بقدر الإمكان. شكرا لك وبالصحة النفسية دائما الجيدة لكل